مساء الخير. اليوم إن شاء الله موضوعنا عن موقع على الإنترنت لتبحثوا فيه عن كشافات الإنارة. الموقع اسمه لوم سيرش وهو من أكبر المواقع على الإنترنت، في أكثر من 400,000 كشاف. قبل ما أروح الموقع بدي أذكر لكم معنى كلمة كشاف. ليش أنا بستخدم كلمة كشاف؟ كشاف الإنارة هو الجهاز الكامل اللي بيحتوي اللمبة وعناصر إضافية مثل العاكس، مثل المبدد الحراري، مثل الدرايفر اللي بيسموه بعض الناس محول، اللي هو بيشغل كامل الجهاز وبما في الفريم تبع الجهاز. بينما اللمبة هي عنصر بسيط من ضمن كشاف الإنارة، هو اللمبة هي جزء من أجزاء كشاف الإنارة. كل جزء من هاي الأجزاء لها فائدة. فالعاكس هو اللي بيوجه الضوء، أحياناً في عدسة هي كمان بتحدد زاوية الضوء. المبدد الحراري هو بيبدد بيسحب الحرارة من لمبات الـ LED وبيحافظ على عمر طويل للمبات الـ LED. والدرايفر هو بيوصل الكهرباء اللازمة لحسب استطاعة الجهاز. اسم هذا الجهاز كامل بأوروبا بيسموه لومينير، بأمريكا لايتنج فيكتشر، والترجمة العربية إما كشاف أو جهاز إنارة. وأنا بستخدم كشاف لأنه كلمة واحدة. الموقع واستخدامه جدا سهل. لما تفوتوا في عنا خيارين اندور واوتدور، خليني اشوف شلون فينا نختار اندور. طلع لي كتير اختيارات، ففيني اختار مثلا نوع من الأجهزة الغاطسة بالسقف اسمها، طبعا حنشوف انه في زوايا كتير، في زاوية ضيقة وكبيرة شرحتها من اول، ما راح اشرحها هلا. في حتى وول ووشر، في جهاز اللي بينشر الإنارة. فلو اخترت واحد منهم راح يطلع لي 14,000 ريزلت او اكتر. وفي نوع البراند، ففيني اختار هذا البراند او هذا البراند، أنواع البراندات بشكل عام. حأرجع للسلكشن. أول ما حتفوتوا على الموقع حتشوفوا الخيارات، أكثر من 413,000 كشاف من أكثر من 200 مورد حول العالم، من مختلف بلدان العالم مشتركين بهذا الموقع. وطبعا فينا نستخدم الفلتر للوصول للكشاف المطلوب. طبعا انا هذا الموقع ما بعرضه بصراحه للمستهلك النهائي، لانه راح يضيع، لانه في كتير معلومات فنيه لازم يعرفها قبل ما يختار. لكن هذا بعرضه للمصممين اللي حابين بدوروا على نوع من اي انواع الاجهزه الاناره او كشافات الاناره وما عم يلاقوها. فحلو ان يدوروا بالموقع يشوفوا مين المورد، مين وكيله بالبلد اللي عايش فيه ويتواصل معه. برجع بقول استخدام الفلتر بيسهل عملية كبيرة، بس خليني استخدمه مرة تانية. خلينا نختار مثلا لو بدي أخذ ceiling surface mounted, pendant, wall recessed, wall surface mounted. wall recessed يعني بالجهة بالجدار وعم بينور يا السقف أو عم بينور الأرضية. لكن لما يكون pendant معناتها معلق، وفي أشكال كتير للاختيار. لما يكون مثلا عندي wall surface mounted كشاف ظاهر، ففيني شوف الكشافات بهذه الاختيارات بطريقة سريعة. برجع بختار مثلا كشاف، خليني أقول standing luminaire. خليني أخذ جهاز مثل أباجورة بتنور لفوق ولتحت. فيني في فلتر تاني، فيني اختار الدايمنشن او اختار مثلا، طبعا لازم يكون عنده الشخص معرفة باللغة الانجليزية لانه الموقع باللغة الانجليزية. ففيني اختار الحجم، اللون، كلر، نوع اللمبات مثلا LED، شيب اند دايمنشن، لايت كلرز. مثلا فيني اروح اختار بدي وورم وايت. فيني فاستخدام الفلتر بيسهل، بيقلل عملية الريزلت. خلينا نشوف انه هذا الستاندينج طلع لي بس 4 انواع. حاختار نوع من الانواع، خليني فوت هاد. حشوف انه في خيار send to dialogues. dialogues هو برنامج الماني مجاني لحساب الانارة، لازم يكون مختص ليستخدم هذا البرنامج. سبق تكلمت عنه من اول، من اشهر البرامج. لما اضغط عليه حتروح هي المعلومات تبع هذا الجهاز بنفس حجمه وتوزيع الضوئي لبرنامج. خليني افتحه برنامج الإنارة. انا طبعا فاتح هلا برنامج الإنارة، فرحت على الموقع وضغط على send to dialogues. لما اضغط على send to dialogues على طول هي المعلومات تبع حجم الجهاز ونوع الجهاز راح تروح على البرنامج. ففيني اسحب الكشاف حطه
وشوف شلون حجمه بالغرفة، شلون التوزيع الضوئي تبع الكشاف بالغرفة، وشلون بيأثر على توزيع الإنارة بداخل الغرفة. فالموقع هو أصلاً خاص لمعهد المعهد الألماني لتطبيقات الإنارة اللي بيزود برنامج حساب الإنارة والموقع بنفس الوقت. فباختصار هذا الموقع بيسهل علي أفهم تطبيقات الكشافات، أنواع الكشافات، وبيسهل علي أخذ المعلومات حطها ببرنامج الإنارة اللي بيخليني أعرف شكل الإنارة بالغرفة باستخدام عدد من أنواع الكشافات. هأخذ مثال أخير، خلينا نأخذ شيء اسمه Wall Recessed Floor Wash Light، يعني كشاف جداري لإنارة الأرضية. هختار، هشوف انه في عندي خيارات كتير، فيني طبعا يا فلتر اذا بعرف انواع البراندات اللي بحبها او اللي بفضلها، او فيني اختار بطريقة عادية. هختار هذا الكشاف، هي شركة ألمانية، وحشوف انه الكشاف نزل، فلما حطه على الحيط فيني شوف كم فرش وكم حط واحد تاني. هذا كشاف مثل ما قلت جداري لإنارة الأرضية. فبتمنى يكون هذا الموقع بنهاية الحلقة بتمنى أنه الموقع يكون مفيد للمصممين والمهندسين، بحيث أنه يعرفوا التنوع الكبير بكشافات الإنارة تستخدم البرنامج. شكرا لكم. كتير ناس بتحصر كشافات الإنارة بنوعين أو حجمين، 7 أو 14 مقاسات، لكن كشافات الإنارة سواء كانت داخلية أو خارجية، مثل ما شفنا الموقع فيه أكثر من 413,000 كشاف. يمكن كأنواع تكون محصورة ب 500 نوع، لكن الأنواع جدا كبيرة، وحلو للي حابب يتخصص بهذا المجال أنه يشوف الموقع هذا.